دقائق 53 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، ما شاء الله، كل التحديات، كل الإثارة، كل الانطلاقات، كل بريق البداية هنا يبدأ مع هذه اللحظة، ينطلق على بركة الله شوط آخر بتحدي كبير بأعداد مثيرة هنا تبدأ في أول ظهور على الساحة في هذا الموسم. انطلاق الشوط الثاني هو الشوط الخاص بالحول المهجنات الأصايل، في أسماء هنا تتواجد، في عناوين هنا تعرف أيضا كما بدأنا مع البداية مع دستور الأصالة الأولى، هنا تبدأ أسماء أخرى أيضا تعرف مقرها وانطلاقها. ودائما من البداية الله، الغزل كله يأتي على المركز الأول والتحدي الأول، وأول ما ننادي في هذا الشوط كما رحبنا هناك أيضا بدستور الأصالة في أول اندفاع. هنا أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الأول والتحدي الأول عموه على مقدمة هذا الشوط، تظهر في هذا الموسم ما شاء الله وتبارك الله عموه الهجن العاصفة. وحمد بن راشد بن غدير أيضا في انطلاق عموه ودعم عموه واندفاع عموه في هذه اللحظة وهذا الظهور المبارك. المركز الثاني مصيحة على المركز الثاني لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سالم بن بخيت في المركز الثاني، والمركز الثالث تأتي اليافل في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هناك أيضا في تحديات يا مبارك بن عيسى المطيوعي حيله على المركز الرابع لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن سعيد بن منانه السويدي ضمرها ومدينه قادمة في خامس المراكز موه على راسها، وكيف لا، والشعار شعار هجن العاصفة. تهانينا والناموس لهذه الامبراطورية العملاقة، تهانينا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا حمد بن راشد بن غدير ما شاء الله. امتياز النجاح، امتياز الظهور الأول، امتياز عموه، تهانينا والناموس. المركز الثاني حيل على المركز الثاني سمو الشيخ احمد محمد بن راشد المكتوم، نجده في المركز الثالث لهجن العاصفه. المركز الرابع، المركز الرابع الشاهينيه سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس هناك شاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هذه المراكز الاولى، هذه الانطلاقات، هذه التحديات، هذه الاثاره مع هذا الاندفاع، مع هذا المسار. هنا التوقيت